رح نتعرف على مفهوم التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على الأولاد وحتى على المراهقين. التكنولوجيا الحديثة اللي بتهم الأولاد هي كل شيء، تلفزيون، آيباد، تابلات، سمارت فونز. بالنسبة للأولاد هي عم بتلبي لهم حاجات معينة عندهم، فهالشي هيدا عم بيبعدهم كتير، عم بيعزلهم، عم بيبعدهم عن الأشياء السليمة بحياتهم اللي لازم يعملوها. هون دور الأهل، التربية والوعي. رح نحكي عن كل تفاصيل هيدا الموضوع مع ضيفتنا لهالحلقة دكتور فلا فخورة، اختصاصية طب أطفال. Kids Doctors، الخميس 6 المساء بتوقيت بيروت، 3 GMT، على تلالو ميارو نورسات.